اهلا ومرحبا بكم. اليوم حنركز على تكوين في ام، ربط الفي ام بالفيرتشوال نتورك والسبنت وربط الفي ام مع الان اس جي. اول شيء حنكونه في ام اوبونتو، وبعدين حنكونه في ام ويندوز سيرفر وحنربطهم مع بعضهم. فاول شيء حنخش على الريسورس جروب ونزرعوا عليه اد، نقدر ننزل الكمبيوت او نختاره من البوبولر. حنختار اوبونتو سيرفر. اوكي، فاول ما تلاحظوا كميه الخيارات او الاعدادات الخاص بتكوين في ام حتفهموا السبب وراء تقسيمه الحلقات. والسبب هو اني نبي نعلمكم المبادئ قبل ما تدخلوا على تكوين في امز وتكوين منظومات، لاني شايف كوارث من جماعه النكست نكست نكست، وان شاء الله ما تكونوش من جماعه النكست. فاول شيء نختار السبسكريبشن او الفاتوره، نختار الريسورس جروب. زي ما تلاحظوا عندنا امكانيه ان نكون ريسورس جروب جديد خاص بالفي ام، حنسمو الفي ام فرونت اند داش دي اس 1، ريجن خلوه ويست يوروب، افيلابيلتي اوبشنز حنخلوه فاضي لان نبغوا نكونوا في ام بسيط في الحلقه هذه. حنخشوا عليه هاي افيلابيلتي والافيلابيلتي زونز واللود بالانسز في حلقه ثانيه ان شاء الله. الايمج حنختاره ايمج والاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل، هنختار اوبونتو سيرفر، وحنختار السايز للمواصفات الفي ام. وزي ما شايفين ما تقدروش تعدوا في الفي سي بي يو او الرام او الداتا ديسكس، عندكم احجام معينه لازم تختاروا. وحتلاحظوا كل حجم عنده فاميلي او فئه معينه. مثلا الاحجام اللي نشوفه فيهم حاليا من فئه الجنرال بيربس او الاغراض العامه، حتشوفوا في اكثر من فئه واكثر من فاميلي او عائله للفي امز. فعلى سبيل المثال عندنا الاي سيريز في 3، حنشوف ان التركيز اكثر على الميموري على الذاكره. اوكي، حتلاحظوا بريميوم ديسك، لما تشوفوا الحجم فيه البريميوم ديسك سبورتد معناتك تختاروا اس اس دي ديسكس بدل من الديسك العادي. فحنختار ابو 3 يورو ارخص في ام. فلما تختاروا الحجم الازيور حيلتزم انه هو يعطيك مواصفات الموجوده امامكم اللي هو 1 في سي بي يو و512 ميجا رام، لكن تقدروا تختاروا ازيور سبوت انستنس. وميزه الازيور سبوت انستنس انه حيكون ارخص بكثير من السايز العادي. ليش؟ لان الازيور سبوت انستنس ما يعطيكش الالتزام الكامل، اي بمعنى ان الفي ام ممكن يخدم ساعه ساعتين وحيطفى. فزي ما شايفين الايفكشن تايب كاباسيتي اونلي او برايس او كاباسيتي، ايفكت فيرتشوال ماشين وين ازيور نيدز ذا كاباسيتي فور باي از يو جو وركلودز. اوكي، فيقدر يعطيك مواصفات انت محتاجهم لما يكون متوفر. لما الازيور يحتاج هذه المواصفات حيمشي مع الايفكشن بوليسي اللي هو ستوب دي الوكيت او ديليت، يمسح الفي ام او يطفيه وياخذ المواصفات. يحبذ انكم تستخدموا الازيور سبوت انستنس مع الفي امز الغير مهمه لديكم، مثلا الفي ام تستخدم فيه للتستن التجربه او الديفلوبمنت. باش نشوف الفرق في التسعيره، لو ازيور التزم انه يعطيني المواصفات 1 في سي بي يو 512 ميجا رام، معناها حندفع 3 يورو و69 سنت في الشهر. لو اخترت الازيور سبوت انستنس، اول شيء حيقول لي ان الحجم غير متوفر مع الازيور سبوت انستنس. نقدر نختار حجم ثاني هو دي 2 اس في 3. وزي ما شايفين السعر يقدر يعطيني 2 في سي بي يو 8 جيجا ميموري. اوكي، سعر 0.024 90 في الساعه. اوكي، لكن ازيور غير ملتزم انه يوفر لك هذه المواصفات 24 ساعه. لما الازيور يحتاج المواصفات حيمشي يشوف الايفكشن بوليسي الخاص بالفي ام، لو كان ستوب دي الوكيت حيطفي الفي ام، لو كان ديليت حيمسح الفي ام، وهكذا. حنستخدمه الازيور سبوت انستنس. ادمنستريشن اكونت، بما اننا نستخدمه في لينكس عندنا امكانيه ان نستخدمه الاس اس اتش بابليك كي.
او نستخدم الباسورد. انا احنا نستخدم الباسورد يوزرنيم. تو شوف الانباوند بورت رولز. بما ان في الحلقه الثانيه كونا NSG او Network Security Group مش محتاجين ان نستخدم الاوبشن هو فحنزره نون. ديسك تايب او نوعيه الديسك عندنا بريميوم اس اس دي، ستاندرد اس اس دي، والستاندرد اتش دي دي. نقدر نختار الانكربشن تشفير، او نقدر نزيد داتا ديسك لو احتاجنا. يعني عندنا او اس ديسك، الديسك اللي حيكون عليه نظام التشغيل، والداتا ديسك. فنقدر نزور على كريت ان اتاتش نيو ديسك، نعطوا تسميه للديسك سورس تايب. لو كان الديسك عنده مصدر من سناب شوت او باك اب او ستورج بلوب، لو عندنا ستورج اكاونت. حنحكوا على ستورج اكاونت في حلقه ثانيه. هنختاروا نون، ونقدروا نختاروا ديسك بحجم معين. فزي ما شايفين بريميوم اس اس دي اعطانا احجام نقدر نختارهم. لو اخترنا ستاندرد اتش دي دي نقدر نختاروا الاحجام. اوكي انا مش حنضيف ديسك، لكن حبيت ان اوضح لكم الخيارات. مش النتوركن، فزي ما شايفين اوتوماتيكيا خذا اول فيرتشوال نتورك اللي هو اللي كوناه في الحلقه الثانيه ابسود 1 نتورك. لكن عندنا امكانيه ان نكون نتورك جديد. انا حنختار الفيرتشوال نتورك اللي كوناه في الحلقه اللي فاتت. حنختار الفرونت اند سب نت، مش حنعطيه اي بي حاليا لان نبي نوضح لكم كيف نقدر نكون اي بي من البورتل وكيف نربطه مع الفي ام. اوكي Network Security Group. فزي ما نوضح أمامنا The selected subnet frontend is already associated to a Network Security Group frontend NSG. فقلنا أن السبنت اللي ربطنا به الفرونتند عنده NSG مربوط. كنت تذكروا في الحلقة اللي فاتت ربطنا ال NSG مع السبنت frontend، فمش محتاجين أن نضيفه NSG. بس لو ما عندناش NSG أو لو احتاجنا نكون NSG جديد خاص بالVM نقدر نمشي البيسك، نختاروا البورتات او بنمشوا الادفانسد ونكونوا NSG جديد. لود بالانسن، مش حنختاروا لود بالانسن حاليا. نمشوا المانجمنت، نقدر نختاروا البوت دايجنوستكس اللي يجي enabled by default. البوت دايجنوستكس يعطيك الامكانيه انكم تشوفوا سكرين شوت صوره للفي ام، وتشوفوا حتى السيريال لوج، تشوفوا البوت لوج، وتشوفوا السيس لوج من اللينوكس، او تشوفوا نوع من السيريال لوج على الويندوز. لكن ما ساعدنيش واجد صراحه. ليش حنستخدم بوت دايجنوستكس؟ مشكله الازور وحتى الاي دبليو اس والكلاود بروفايدرز ما يعطوكش كونسول اكسس على الفي ام. يعني ما تقدرش تتصل بالهايبرفايزر، يعني ما تقدرش تتصل بالفي ام وير ESXi أو vCenter أو Hyper-V أو KVM باش تشوف الVM. ما عندكش console access. ال Azure operator أو ال Azure administrator هو اللي عنده console access. الزبون ما عندهش console access. فالطريقة الوحيدة أنت تقدر تشوف الVM لو صارت لها مشكلة في البوت لودر هو عن طريق البوت diagnostics. اوكي حنشوف review create. كل شيء تمام. زي ما عودتكم حنشوفوا الـ Infrastructure as Code.